السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث تتمة لحديث الأسبوع الماضي الذي يحمل عنوان إنشاء الوصية من السنة، واليوم نبدأ في الحديث عن حصة الميت من ماله. كيف يعني؟ يعني الآن الإنسان يريد أن يرحل عن هذه الدنيا، وقد تعب وعمل وكدح وجمع المال، والآن يرى نفسه سيفارقه. هل الإسلام يعطيه حصة من ماله له أن يوصي بها فيما يريد، أو له كل المال، أو أنه ليس له شيء؟ الحقيقة أنه يمكنه أن يوصي حتى في كل المال. على مستوى جواز الوصية يجوز، لكن هل الورثة ملزمون بتنفيذ الوصية حتى لو كانت تتعلق بكل ماله أو بجله، أو لا، لهم الخيار؟ الحقيقة أن الميت له نصيب وهو ثلث التركة، وما زاد على ذلك لا تنفذ وصيته إلا إذا رضى الورثة، وهذا سوف نتكلم عنه بالتفصيل. في البداية نريد أن نستمع إلى بعض النصائح والروايات الواردة في هذه النقطة. الرواية الأولى عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم. الميت إذا مات ينقطع عمله إلا من ثلاث، واحدة منها صدقة جارية. فالميت يمكنه قبل أن يموت يكتب، ينشئ وصية. طبعا حينما نقول يكتب، الوصية ما يشترط فيها الكتابة. تقدم في الأسبوع الماضي أنه يكفي الإنشاء باللفظ، بالفعل، بالإشارة. ما يدل على أنه ينشئ الوصية هذا يحققها. حينما نعبر يكتب الوصية إنما نقصد ينشئها. فإذا الحي قبل موته أنشأ وصية وأوصى بثلث ماله، هذا طبعا استمرار لطاعته. يموت ينغلق الدفتر الحسنات إلا من بعض الأمور، واحدة منها هذا الثلث إذا وظف في طريقة صحيحة لبذل المال فيما يرضي الله تبارك وتعالى. الرواية عن مولانا الباقر: من لم يوصي عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية. طبعا ليس المقصود معصية الحرمة، يعني لم يتجاوب مع الآداب الدينية. المعصية في اللغة الأصل أنها عدم التجاوب، أردت أن أكسر العصا فاستعصى، يعني لم يتجاوب مع رغبتي في الكسر. فالمعصية صارت اليوم مصطلح، هي الإثم، يعني مخالفة الواجب أو فعل الحرام. لكن المقصود هنا كراهة شديدة في التعبير، بمعنى واحد قاعد مثلا عايش يعيل خواته، ما عندهم معيل، وعنده زوجة وعنده أطفال. إذا مات تركته ستذهب لزوجته وأطفاله، الأخوات لا يرثن مع وجود الأبناء،
هذه رتبة غير هالرتبة. فأخواته كن في رعايته، الآن بيموت يستحب أن يوصي لهن، لأنهن لن يحصلن على مال إذا لم يوصي، لأنه طبقتهم متأخرة لا تزاحم الأولاد. إذن يستحب للإنسان أن يوصي ببعض ماله لبعض أقاربه الذين لا يطالهم الإرث. هذه نقطة رقم واحد، أعطيناه صلاحية. النقطة رقم اثنين، أنت تقدر توصي في كل المال، إذا الورثة رضوا نفذت الوصية كلها حتى في أكثر من ثلث. الثلث ملزم الورثة به، رضوا ما رضوا ملزمين، لكن ما زاد على الثلث الزيادة برضاهم، ما رضوا فقط الثلث. فالبعض يضر بورثته، الإضرار له عدة طرق. الطريقة الأولى يقوم يتصرف في كل ممتلكاته، إذا شاف روحه قريب بموت يقول أنا تعبي، يروح له هذين العيائرة مثلا، بعض الآباء نسمع الكلمة أنا اللي أتعب وش قوي أخذ فلان وفلان، لا أنا بسوي خير، وروح يتصدق أو يوقف أو يتصرف. هذا قبل موته، يعني هذا مو وصية، هذا وهب أو وقف في حياته، بدأ ترك الورثة بلا مال. واحد ثاني يقول لا أنا أوصي بكل بيتي أولاد تركتي كلها، ما لأولادي شيء، كله إلى الحسين أو إلى فقراء أو إلى سبيل الله. هنا الأولاد يقولون ما لنا قلب، أبونا مسكين تعب وشقى وقال يبي وصيته، من نفذ وصيته؟ هم مو رغبة، لكن قالوا أبوهم وصى. هذا بعد نحو إضرار في بعض الروايات. فإذا إحنا في الوقت اللي نقول لك الثلث لكن ولك أن توصي أكثر، لكن برضا الورثة، يحبب لك أن تترك للورثة إرثا، يحبب لك، بل هناك تشدد في هذه النقطة. نستمع إلى بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الإضرار في الوصية من الكبائر. إذا قام بما يؤدي إلى ظلامه، الإمام الصادق عليه السلام: من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة. عطينا الإسلام ثلث، لكن مع ذلك التعبير هنا من الإمام يقول عطيناك الثلث، إذا تقدر تتصرف في أقل من الثلث تتصرف. والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك، يعني أخذ حصته كاملة ما أعطى أرحامه شيء. يعني الأرحام أولى من غيرهم؟ إحنا عندنا في الروايات توسعة العيال، التوسعة على العيال أفضل من الصدقة. الصدقة بعطي فقير، عيالك أوجب تتوسع عليهم، الفقير سيعطيه غيرك ويغنوه، لكن أطفالك الكل يقول هؤلاء أبوهم مقتدر ما حد يساعدهم، وانت حار منهم من بعض الأمور اللي موجودة عند غيرهم، فهذه رسالة تربوية سالبة مضرة. فإذا الآن نقول يفضل في الرواية أن لا تستقصي الثلث كله. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه الرواية رواها الكليني في كتابه الكافي من الكتب يعني الأكثر اعتبارا، قال صلى الله عليه وآله كما في الرواية: خمس تمرات أو خمس قرص يعني أقراص أو دنانير أو دراهم يملكها الإنسان وهو يريد أن يمضيها، يريد يتصرف فيها، وين يوديها أفضل؟ فأفضلها ما أنفقه الإنسان على والديه. الله إذا تكلم عن عبوديته، عن وحدانيته، ثنى وبالوالدين إحسانا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأفضلها ما أنفقه على الإنسان على والديه، أي الرتبة الأولى، ثم الثانية على نفسه وعياله، في الفضل الآن في الثواب، ثم الثالثة على قرابته الفقراء، يعني هم أرحام وهم فقراء.
ثم الرابعة على جيرانه الفقراء، أن تموصى بالجار، حتى ظن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سيورث. فإذا عندك جيران فقراء هذا يجون في الرتبة الرابعة. الخامسة، ثم الخامسة في سبيل الله وهو أخسها أجرا، يعني ما كان في سبيل الله أقل أجرا، والأكثر أجرا على الوالدين، ثم على عيالك، ثم على أقاربك الفقراء، ثم على الجيران الفقراء، وآخر شيء في سبيل الله. إذن هذه الرواية ليش أقراها؟ لأني شخصيا بتجربتي اشتكوا على واحد أوقف بيته لمأتم، والمأتم مو مضطر لها البيت، وترك بنات بلا زواج ما عندهم سكن يسكنون، بيتهم راح وقف. قبل أيام اتصل لي واحد قال عندنا من أرحامنا واحد عنده أكثر من زوجة وأكثر من بيت، الآن مريض ناوي يوقف كل بيوته، يقول له عياله قاعد يدبروا روحهم، أنا تعبتهم بثواب. هذا يريد ثواب بس مو مطلع على أين الثواب الأكثر، هل الثواب الأكثر أن يحرم عياله أو يبدأ بعياله؟ قرأنا الآن رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في كتاب الكافي مو في الكتب الضعيفة، فلنستمع إلى هذه الرواية. الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله في واحد من الأنصار، هذا يملك 5 أو 6 من العبيد من الرقيق، عبيد ممتلكاتها 6 الأشخاص. الرواية تقول هذا أعتق عند موته كل هالعبيد ولم يكن يملك غيرهم وله أولاد صغار، عنده أطفال، قال أنا نفسي نفسي أخلي لأولادي، أنا بموت أنا محتاج ثواب، قام وأعتق 5 أو 6 كلهم. إنزين وش اللي صار؟ النبي صلى الله عليه وآله في الرواية قال كلمة، وش هالكلمة؟ قال لو أعلمتموني أمره، أن ترك عيال صغار وهو ما خلي يمشي راح أعتق كل ما يملك، ما تركتكم تدفنوه مع المسلمين، يترك صبية صغارا يتكففون الناس، يجون يسألون، يعني بتعبير أهل البحرين يطرون، يسأل هذا ويطلب من هذا وهم صغار، وهو كان عنده المال. النبي صلى الله عليه وآله وحي يقول يعني كافر مو كافر هالرجل ما يدفن في مقبرة المسلمين؟ النبي معلم ومؤدب، فبعض الأحيان يتشدد في أمور يعمل ولايته من أجل أن يعلم المسلمين، خطأ هذا التصرف. فإذا أيها الناس لكم ثلث، لكن لا تضاروا وتوصوا بكل المال أو توقفوا أو شيء وتتركون عيالكم يتكففون الناس، هذا مو التربية الدينية، هذا مو الثواب الأعظم. فإذا نحن نتعلم لكي تكون خطواتنا على وفق ما تريده الشريعة ونربح أكثر. يعني أنا الآن أريد تاجر، يا الله ما أدري البضاعة الأغلى عند الله شنو، أنا أبغى أشتري، إذا الله قال لي البضاعة الأغلى في مالك والديك ثم عيالك ثم أقاربك الفقراء ثم جيرانك الفقراء ثم في سبيل الله، هو علمني البضاعة الأكثر سعرا ثوابا، أنا أتاجر يا الله في هذه بهذه الطريقة. إذا وصلنا إلى نتيجة أنني قبل أن أموت لي أن أوصي في ثلث أموالي، وإذا كان أقل أفضل. البعض يجي يقول أبونا وصى ثلث ممتلكات الفقراء وإحنا أولاد فقراء يصيرنا آخر، إذا هو قصد غيركم وصية غيركم، إذا ما قصد غيركم قال فقراء أولادي أو غيرهم، أولادي بعد أولى يشملهم. لهذا إحنا نريد نقول، يعني يوم الأيام طلع، لما كنا ندرس في الحوزة في قوم، طلع وزير الأوقاف الإيراني وقال يا ناس الإمام الرضا وقفتون إليه بما فيه الزيادة مو الكفاية الزيادة، أنا بحسب وظيفتي كوزير للأوقاف أنصح بأن توقفوا على طلبة الجامعة على كذا. ألفت الناس إلى جهات نحتاج إلى أن نتقرب إلى الله بضخ المال فيها غير ملتفتين، وأقول بس أنا خاطري أعطي الإمام رضا، ما عليه أنت وقف هني
وثواب الوقف وهبه الإمام رضا. أنت الآن أعطيت الإمام رضا عليه السلام ثواب هذا العمل وتقربت إلى الله بالتقرب لوليه، ولكن نفعت عيال الله أيضا. فإذا نحتاج إلى ترتيب، إلى تنظيم في ضخ هذه الأموال. الآن نجي إلى واحد وصى أكثر من الثلث. إذا وصى أكثر من الثلث نقول له أنت وصيتك نافذة في الثلث فقط، أكثر من الثلث رضا الورثة. جينا نسأل الورثة، أبوك موصى أزيد، تقبلون بالزائد لو تبون بس الثلث مالا ننفذ وصيته؟ ساعة يقولون كلهم لا احنا راضين، ما عندنا مانع. رضوا في حياة أبوهم من سمعوا أنه وصى، رضوا عقب وفاته ما يضر. لكن لو واحد قال لا ما أرضى، جلي واحد يقنع رضى، مدام مات أبوه ورد خلاص بعد يعني ما فات الأوان. فإذا نحن الآن نقول ما زاد على الثلث برضا الورثة. زين مو دائما الورثة كلمتهم واحدة، كيف يعني؟ هل الولد يقول أنا راضي، الثاني قال أنا محتاج أنا مو راضي؟ نقول أنت يا فلان الزائد عن الثلث لو وزعناه عليكم كلكم أنت يصير في حصتك 200 دينار ناخذ، مدام أنت موافق شلنا 200 نفذنا جزء من وصية والدك، أنت تفضل 200، أنت ما وافقت بناخذ بس الثلث الزائد إلك. فإذا قبل بعض الورثة ورفض البعض الآخر، الذي قبل كم نسبة الحصة لو كان كل الجميع قبلوا ناخذ بقدرها، قل أنت رضيت نفذنا في مالك والباقي. ساعات وصى بكل المال، يقول أنا مالي شيء، أنا أبوي وصى ما أريد شيء، كل شيء اللي وصى فحصته كلها بتروح للوصية لأنه وافق على الزيادة. إذن هكذا الحين نبي نطرح مسألة، وهي بعض الآباء بعض الأحيان عنده مشكلة يا واحد من أولاده من ورثته. شلون يعني؟ شوفوا يا أولادي هذه وصيتي وأنا أوصيكم واسمعوا. تفضل. ولدي فلان ما لي في تركتي شيء، ما برب في حياتي، أنا ما أحب يوصل لي شيء. وصى الآن، بعض الفقهاء يقول وصيته باطلة. السيد السيستاني قال مدام هو ما موصي في شيء غير منطبقها في الثلث. شلون يعني؟ أولا نشيل الثلث ونوزعه على الورثة كلهم إلا هذا، يقول حصة أبوك ما تحصل منها شيء، ثلث ما تحصل، وزعناه على الورثة بالسهام وهذا ما حصل. ليش؟ لأن هذا الثلث راجع للأب في وصيته، ما نعطيك ما أعطيناك، والثلثان يحصل حصة منهما لأن وصية الأب نافذة في الثلث الزائد لا. إذن هناك من يوصي بحرمان بعض الورثة، قلنا نقبل ذلك في خصوص الثلث، وأما ما زاد فيعطى إذا كان مو راضي. يقول وش علي من أبوي، أنا وارث، أنا حقي في الإسلام. يقول إذا مو راضي أنت بالوصية، لا مو راضي يحرمني، مو راضي. يقول عجل تفضل حصتك من الثلثين، نقسم الثلثان الثلثين على الجميع كل واحد نسبته تفضل. أما الثلث هذا للوالد، قال ما نعطيك، نعطي البقية نعطيهم ما نعطيك. إذن سيد السيستاني قبلها في الثلث. طبعا الشيء بشيء يذكر، بعض الأحيان الوصية شنو الوصية؟ بعض الأحيان شوف يا أولادي شوفوا هذا فلان زوج أختكم أو هذا عمكم، أنا ما أرضى يحضر جنازتي، أوصيكم ما يحضر جنازتي. هذه وصية بعض الفقهاء سئلوا قال باطلة. هذا احنا نقدر نسوي مشاكل على حساب الوصية؟ جاي العم أخوي قال أخوك ولا شيء، أبوك أخوك مو راضي تحضر امشي، ما يصير. فهذه تصير يعني، أنا وجدت أن البعض يعني للأسف يورث مشاكل مع الناس إلى أولاده، ليس صحيحا وليس ملزمون، هم ليسوا ملزمين بأن يفوا ويطبقوا وينفذوا الوصية في هذا الاتجاه، إلا بيحضر يحضر. إذا عرفنا هذا الأمر. هسه نجي إلى مسألة، واحد يقول أبونا مات عليه صلوات ونطلعها من الثلث، وصى هو
لا، إذا ما وصى ما له شيء في تركته، ما له شيء. نوزع المال كله على الأولاد، مراضين يصرفونها في القضاء عنا، شيء راجع لهم. لكن بدون وصية المال مالهم، المال مالهم. ففي الإسلام أولا قبل لا نوزع التركة، أولا ماذا نصنع؟ نشوف عليه ديون، عنده وصية. القرآن يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين. أول الوصية والدين. شلون يعني؟ الدين ما هو؟ الدين مشتري أغراض من البرادة ما سدد، هذا دين. عليه رد مظالم، سرق، فعل، كسر، مظالم للناس، ديون ندفع أول قبل لا نقسم عليه أنفسنا، أول نسدد. بعد عليه خمس، عليه زكاة، أول نسدد. زين العبادات، عليه صلاة، صوم، حج. الحج الواجب دين، الصلاة مو دين مالي، بتتبرعون ليه كيفكم، ما تبرعون في ذمته ما صلى. الصوم مو دين مالي. فإذا نتكلم عن العبادات، الدين المالي هو الخمس، الزكاة، الحج، والمظالم حقوق الناس، والديون طبعا الشرعية، ديون اللي سلفها من الآخرين أقصد. إنزين، والكفارات ما نطلعها، ما وصى بها ما نطلعها، والنذر ما وصى ما نطلع. فإذا النذور ليس دينا في ذمته بحيث أنه نطلعها قبل لا نقسم. يوصى نطلعها من الثلث ماله، ما وصلها. كفارات طلعها من الثلث، إذا وصى ما وصلها، مو واجب علينا. لهذا نقول اكتب وصية، ترى أنت عليك صلاة، أنت عليك صوم، أنت عليك كفارات، وانت ما وصيت ما بيطلعون. اولادك مو كلش متدينين ولا كلش علاقتهم وياك، يقولون ما هو مواجب، خلاص لا تكلمني شيخ ما دام مواجب. انا اعرف ناس كانوا مواجب ما اريد، الله وياهم. ولهذا احنا بنخلي للاخوه المشاهدين والمشاهدات نموذج للوصيه مكتوبه تحت اليوتيوب ان شاء الله، حتى كل واحد يكتب وصيته عليه، صلاة عليه، شيء لا تروح أمواله عليه عبادات ما حد بيصليها عنه. إذا عرفنا أن هذه الأمور، ما هو الذي يخرج من التركة، ما هو الذي لا يخرج. عندنا مشكلة في الوصية، ما هي المشكلة؟ أن الوصية تحتاج تغيير بين الفترة والأخرى. كيف يعني؟ يعني أنا كتبت وصيتي، علي هلقد صلاة، علي ديون، زين، عقب ستة أشهر نقص الصلاة لعلي لأن صليت قسم، أو ذاك البعيد زادت صلاة لعلي فوت علي صلوات، أو ديوني سدت قسم فقلت الديون، أو ديوني زادت، فأنا لازم بين فينا والأخرى أحتاج أغير في الوصية. والمشكلة أن كل مرة أحضر الشهود أغير كذا، إيه ما علي، تحمل وخلي الشهود يتحملون، لأن أنت تبي ما تظلم أحد، لا تظلم الورثة ولا تظلم الناس. شلون أظلم الناس؟ دينهم كاتب 200 هو صار 300، ولا تظلم الورثة، كاتب عليك 6 أشهر صلاة وانت صليت نصها باقي 3 أشهر. فأنت تحتاج بين الفينة والأخرى تغير في الوصية، على أساس أنك إذا مت يكون المسجل يوافق الواقع. هذه أيضا مسألة. ولهذا البعض يقول شفنا للمرحوم وصيتين، يقول لهم التاريخ، قال هذه قبل 3 سنوات وهي قبل 1.5 سنة. اذا هو يريد الاخيره، اكو كتبها من جديد، المعلومات اللي هنا موجوده لا فيها تغيير، اذا هو يريد يلغي تلك الوصيه. اذا كتبناها نقدر نلغيها، نقدر نغيرها. وبالتالي التاريخ مهم، حتى لو شفنا وصيتين نعرف ما ايها الاخيره المعتمده. نجي الآن إلى مسألة التجهيز. بالنسبة للتجهيز، بعض الأحيان الميت ما يوصف التجهيز شيء، فإحنا ندفنه في المكان اللي نحب. بعض الأحيان يقول ادفنوني في القرية الفلانية، في مقبرة الفلانية. بعض الأحيان يطلب مواصفات، أريد كفن مكتوب عليه كذا من ثلثي، وأريد كذا كذا، ليلة وفاتي تصدقون عني بكذا. في ناس أول يموت يغسلونه ويدفنونه ويقرون الفاتحة، تالي يقول يا جماعة خلنا نجتمع نطلع وصية الوالد نقراها،
هو انا بس تبون تشوفون ايش كاتب ليكم، وممكن من اول يوم في وصايا. اتصلوا ناس قالوا شيخ احنا دفنا ابونا في مكان او اخونا في مكان، والوصيه تقول مكان غير. بعض الفتاوى تقول طلعه اذا جسمه ما فسد يعني او شيء، طلعه ودى مكان لوصى. ليش نسوي لنا طلابه؟ من قبل اول ما يموت قبل لا نشرع في التجهيز نفتح الوصيه، في شيء يرتبط بالتجهيز ام لا؟ كما ان بحسب التجربه هناك مسائل يعني افرزتها الظروف الحاليه. موصي انا فاتحتي 3 ايام من الثلثي وأجرة الخطيب والخطيبه و تالي الدوله تعطي تقاعد او شيء، يقول هاي مراسيم الفاتحه. وصل لك المشكله لمن اكو وصى وكذا، فاحنا نقول له تقدر انت تقول ان لم تدفع الجهه الاخرى تكاليفها، فان دفعت صرف هذا المقدار في وجوه الخير. خل عندك ساعه على اساس لا يصير اضطراب. هذا يقول لا لي، راح يقول احنا بعد لنا، وصل جدل على هالمال. المال ده منحه من جهه من التقاعد، اذا قلنا لهم فاتحه صرفنا عليها، واللي فضلوا ودي اذا قالوا وزعوا على الورثه بالتسوية نوزع، لو بالنسبة الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين مثلا، هل يقولون الجهة المانحة هي تحدد طريقة الصرف. إذا نحتاج إلى هذه الأمور تكون واضحة في الوصية. يفضل أن الإنسان اللي بيموت عن يتامى قصر يعين وصي عليهم يكون وصيا بعد الوفاة. انتهى الحديث عن الوصية. الآن بنتكلم في نهاية الحديث عن طرق إثبات الوصية، وهذه مسألة مهمة. شلون اجي البنت تقول أني أمي أكثر من مرة قالت ذهبي لبناتي، الأولاد يقول ما سمعنا عند الشهود لا قالت لي لا قالت لي شيء ما يمشي علينا، ممكن صدق وصت بس ما أشهدت راحت وصيتها. بعض الأحيان تقول أمي قايلة أن الذهب للماتم، حد سمعش؟ لا، وهي سقم وصت بعد إثبات. فإحنا نبي الوصايا تكون مثبتة. إذا نسأل وش اللي يثبت الوصية؟ ما هي الطرق الشرعية؟ نجي للوصية التمليكية. الوصية التمليكية اللي قلنا إذا وصى الميت بمال لجهة، لعنوان عام، لعنوان خاص، تمليك مال. في قبال الوصية العهدية اللي بيعطيه مسؤولية، صل عني جهزني راع كذا راع أوقافي، هذه وصية عهدية أعهد إليه بعمل، هذه ما ملكت شيء. انجي للتمليكية. التمليكية عندنا لها عدة طرق للإثبات. الطريق الأول أن يشهد شاهدان عادلان، رجال عادلان، عادل يعني مستقيم لا يترك واجب لا يفعل حرام، أقدر حتى أصلي وراه. بل وين احصل؟ حتى هذه الوصيه ساعات يقول لك تجيب لك ناس منهم، لان قد الورثه يطعنون يقول مو عدل يا مولانا، هذا تثبت حقنا يضيع على الفاسق. ساعات يقدروا يطعنون وتروح الوصيه تسقط اذا ما ثبتت. فشاهدان عادلان، او شاهد رجل مع شاهدتين من النساء، عدول ثلاثتهم رجل وامرأتان، أو رجل ويمين الموصى له. يعني شلون؟ يعني جابوا شاهد عادل والثاني فلان اللي ميتنا أوصى إليه قال أنا وصلي قال لي خبرني، تحلف؟ قال أحلف. فيمين من له الوصية اللي وصوا له بالمال وشهادة واحد، شاهد ويمين. شوف الطرق متعددة. بعد إذا كان بيوصي وما في مسلمين، في ذميان، موجود ذميان يعني من أهل الكتاب عدول، هنا يقدر يستعين بهم شاهدان من الذميين. ما في بعد، ما في طريق. إنزين لو كتب قرائن عديدة توجب اليقين، إذا اطمأنوا الورثة بعد ما لهم بد اللي يمشونها. إنزين بعد إقرار الورثة، الورثة ممكن كلهم مو عدول، احنا نشترط العدالة في الشهادة، بس هنا هم إذا قالوا شيء هم المتضررين، لأن إذا قالوا وصى بألف دينار لفلان ودخالته بيخسرون الورثة ألف،
وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز نافذ ماض. فهم الآن الورثة كل واحد يقول صراحة أبونا وصى، يعني شنو؟ يعني هذه ميلنا إلى ود خالتنا، نطبق كلامهم. إذا قسم منهم أقر وقسم لا، اللي أقر ننفذ في حصته مقدار، واللي ما أقر ما ننفذ في حصته. بعد هل يصير نقبل شهادة النساء؟ ما في رجال، من شوي قلنا رجل وامرأتان. تتميز الوصية التمليكية بحكم خاص، ما هو؟ جت امرأة واحدة عادلة قالت المرحوم أو المرحومة وصى بمئة دينار إلى مثلا شنو؟ إلى ولد بنته، مرة واحدة وعادلة، نقول إلك 25 دينار. ليش؟ هو وصى 100، نقول لأن أربع بنات أربع نساء عادلات إلك 100 كامل، ثلاث لك 75، ثنتين لك 50، واحدة لك 25، يعني كل واحدة تثبت الربع. هذا حكم استثنائي ورد هنا وأفتى به الفقهاء. فإذا إذا أوصى بمال لجهة أو لشخص ولا يوجد إلا نساء، فإن كنا أربع عادلات ثبتت الوصية كلها تمليكية، في ثلاث ثلاثة أرباعها، في اثنتان نصفها، في واحد الربع، هذا حكم جاء فقط في الوصية التمليكية. نجي الآن للوصية العهدية. الوصية العهدية ما نقبل فيها شهادة النساء، ما نقبل لها شاهدان عادلان. نعم إذا أقر الورثة وكانوا بالغين راشدين يقبل إقرارهم حينئذ، كما أنه إذا شهد أهل الذمة لفقدان المسلمين شاهدان عادلان من الذمة، وهذا الشيء في الواقع قد يكون مو متيسر. إذن هذه الطرق لإثبات الوصية، لمن نذكرها ونؤكد عليها ونطيل الحديث فيها؟ لأن عندنا مشكلة أن الكثير يوصي ولا يشهد، فيحصل النزاع والورثة يقولون حقنا يا شيخ، احنا نبي العدل، احنا ما سمعنا اختكم تصدقونها، يمكن مشتبه اختكم عادلة حتى ناخذ الربع، كلام واحدة ربع قلنا نثبت في الوصية التمليكية، والله اختنا اذا يعني نقعد يا ساعة تحش في الناس تغتاب، مي عادلة يعني في نظركم؟ ما قدرنا نثبت شيء بالوصية. ما الميت كان يأمل أن يكون هذا الذي له في الثلث أن يروح في جهات معينة، ما راح بسبب أنه لم يشهد. وبعض الأحيان الإنسان يماطل في إنشاء الوصية إلى أن تحضره الوفاة، وقد لا يكون عند حضور الوفاة يوجد شهود، يوجد بنت ولد شيء قد لا يثبت الوصية. يعني الآن لو واحدة قالت أمي وصت لي أني، أنت متهمة تجري النار لقرصش، ما نقدر نقبل شهادتك. فالريد الإنسان أو المرأة أو الرجل إذا بيوصي يشهد، وحبذا أن يكون الشهود متعددون، بنحو لو مات بعضهم ما أدري أنت تموت قبلهم لهم موت قبل، عندنا بقية احتياط يعني أكثر من شاهد، مثلا ستة سبعة شهدوا لو اثنين ثلاثة ماتوا، عندنا بقية يشهدون بالوصية لكي لا يضيع ما أراده الميت. إذن هذا حديث الواقع جدا مختصر عن بعض أحكام الوصية، وإلا الوصية الحديث فيها أكثر بكثير مما ذكرته. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على